شال مشروع قانون من القوات الاعلى للتعليم. بص النهارده جلسه خاصه جدا لان دي الحاجه الوحيده المحاله من رئاسه الجمهوريه للحوار الوطني. القانون ده محال من رئاسه الجمهوريه للتداول بشانه في الحوار الوطني، والحقيقه ده يعني من اهم مؤشرات التفاعل ما بين الحوار الوطني وما بين اعلى راس في النظام السياسي رئاسه الجمهوريه والسيد رئيس الجمهوريه. فمن حيث المبتدا هو موضوع مهم جدا وهي جلسه خاصه بالفعل. خلينا مجموعة من المقترحات النهاردة على الاسم. أنا بشوف أنه كان في تداول حوالين الاسم، يبقى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والبحث العلمي. أنا الحقيقة بشوف أنه الاختصاصات لا تكتب في العناوين، هو يكفي أنه يكون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والوطني الأعلى، لأن احنا موافقين وبنعضد أنه يبقى برئاسة السيد رئيس الجمهورية، لأن من أهمية قضية التعليم تأتي أهمية أن يرؤس رئيس الجمهورية هذا المجلس عشان يبقى يعني مجلس مؤثر ويستمع إليه في كل المؤسسات التنفيذية والتشريعية. القانون المحال الحقيقة محال بعدد وزراء كبير جدا داخل المجلس، 18 وزير غير هيئات تابعة ليهم، وجزء قليل من الخبراء المتخصصين من خارج السلطة التنفيذية. يعني احنا بنقترح انه يبقى في اربع وزراء، فليكفي اربع وزراء هما الاتين: وزير التعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الماليه، وزير التنميه الاداريه. ليه الماليه وليه الماليه؟ عشان ما فيش تعليم وما فيش سياسات هتتنفذ من غير تمويل. والتنميه الاداريه لانه الجزء المعني والاهم انه يبقى معني بالمدارس وبالتدريب وكذا هي المحافظين، فيبقى هو الناقل للمحافظين، و زي ما بنقول كده انه المحافظ هو رئيس جمهورية المحافظة، فلازم يبقى وزير التنمية الادارية موجود. كمان الحقيقة شايفين انه يضاف بند مهم جدا انه المجلس يقترح الموازنة الموجهة للتعليم، لانه انت مش ممكن تعمل خطط وسياسات واستراتيجيات بدين من غير ما تقول تمويلها كام. فلما يقترح من مجلس برئاسة السيد رئيس الجمهورية يبقى ليه اهمية، ما يقترح الموازنة الرقم اللي موجود للتعليم في الموازنة من هذا المجلس هيبقى رقم ليه أهمية واعتبار، لأنه المجلس يرؤسه السيد رئيس الجمهورية شخصيا. فلما يحال للسلطة التنفيذية وزير التعليم أو مجلس الوزراء ويحال لمجلس النواب للموافقة على الموازنة هيبقى فيه اعتبار لهذا الرقم. مسألة كمان المعايير بتاعة اختيار الخبراء اللي موجودين دي لازم ينص عليها، المعايير دي ينص عليها بالكامل، ولازم يبقى عندنا خبراء موجودين ينقلوا التجربة الدولية في التعليم. يعني احنا عندنا مصريين كتير في الهيئات التعليمية المختلفة لدول مختلفة، فلو عندنا ناس كتيرة ينقلوا يعني من بره مصر ينقلوا لنا الخبرات دي ويشتغلوا عليها، ده مهم جدا. التعليم في مصر في أزمة كبيرة، وبدل ما كان زمان وسيلة للترقي المجتمعي والناس تتعلم وتطور من مستوى أسرتها ومن نشأتها وكذا، الحقيقة لا، ده بيحافظ على الثبات والخمول المجتمعي، أن تظل الطبقات كما هي. وكمان التعليم ما بقاش بيوفي بأغراضه، أنا بتكلم على التعليم الحكومي وجزء كمان من منظومة التعليم الخاص. يمكن من أحد المداخلات النهاردة كان في مشاركة من أحد المشاركين في الحوار وقال إن المشكلة بتاعتنا في التعليم مش مشكلة كفاءات، مشكلة فلوس، مشكلة أموال، مشكلة دعم، شايف ده إزاي؟ هي المشكلة مشتركة الحقيقة ما بين فلوس. ما انت عندك الوقت الطلبة اللي موجودين في الفصول الكثافة واصلة من 80 ل 120. المعايير الدولية ان الفصل الواحد يبقى فيه 20، وفي هنا استثناء في مصر في المدارس الدولية بيوصلوا مثلا 24-25، ده الحد الاقصى عشان العملية التعليمية. فتخيل فصل فيه 120، يعني 5 و6 اضعاف الرقم العالمي او الدولي المقرر. فهي فلوس، انت عايز تبني مدارس. التعليم كمان ان ازاي التدريب بتاع المدرسين، جودة المعلم، دي مسألة مهمة. المناهج، متابعة التنفيذ، احنا كمان كان من ضمن اقتراحاتنا ان تضم هيئة ضمان جودة التعليم للمجلس الوطني الاعلى للتعليم عشان تراقب تنفيذ السياسات وتتعقب يعني تنفيذها بنجاح.